السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه، ومرحبا بالناس اللي انضموا لينا جداد. تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. كنتمنى تكون قناتي خفيفه ظريفه على قلوبكم، ويعجبوكم الفيديوهات اللي كنتقاسمها معكم. اليوم غادي نتقاسم معكم واحد الوجبه اللي كتجي زوينه بزاف، ممكن انكم تحضروها للغداء او للعشاء. غادي نحضر معكم لي بات بطريقه اللي سهله، بالدجاج مع عصير بفواكه موسميه كيجي بنين بزاف، سلطه خفيفه، وطورتيه ديال البطاطا والبيض. اكيد ما كاينش اللي ما كيعرفش البنه واللذه ديال البطاطا، ديال البطاطا والبيض. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تخليوا لي لايك وكومونتير، واللي اول مره كتشاهد القناه نقول لك مرحبا بك. فخليكم مع الفيديو وطريقة التحضير، تنقول لكم فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. عندي هنا في مقلاة خديت معلقة كبيرة ديال الزبدة مع معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون، شوية ديال الملحة، وشوية ديال الابزار. هنا عندي قطعات ديال العداد، ممكن انكم تستعملوا الصدر ديال الدجاج. غادي نتبلو بشوية ديال الابزار وشويه ديال الملحه، غادي نخلطو مزيان حتى يتجانس ليا لاداند ديالي مع داك البزار والملحه. وغادي ناخذ هنايا الطحين، وغادي نفند هاد القطعات في الطحين. هاد الخطوه هادي ممكن انكم تستغناو عليها، يعني تقدروا تصوطيو لاداند ديالكم هكذاك بلا طحين، يعني غير في ديك الزبيده والزيت. انا كنفضل انني نديرو بحد نفندو باش كيجيني شويه هكذا مقرمش. صافي البنات، هنا غادي نبقى نحرك هاد القطعات هادو حتى يشربوا لي ديك الزبيده وهداك الزيت، وخاصهم يتقلو مزيان وياخذوا واحد اللون ذهبي. بالنسبه للتنسيمه انا غادي نسمهم باليازير، وهنايا ضريسات ديال الثومه صحاحين بالقشور ديالهم. ممكن انكم تنسموا الدجاج او لاداند ديالكم باي منسمات كتفضلوا، اليازير اي ديجا كيكونوا عندنا كيتباعوا منسمات واجدين، تقدروا تديروهم الزعتر اي حاجه. كيف ما كتشوفوا هنا في المقله راه الدجاج ديالي خدا داك اللون اللي انا باغا. صافي غادي نضيف عليه لي شامبينيون من قبل كنكون ديجا غسلتهم، ضروري تنغسلهم اي حاجه معلبه تنغسلها بحال مايس وهاد لي شامبينيون. فهنايا ضفتهم، الا عندكم دي شامبينيون طريين ممكن انكم تضيفوهم في الاول. هنايا غنضيف لاصوص سوجا او لاصويا صوص. هنا البنات خويت القرعه كامله ما رديتش البال. هنا غادي نضيف شويه ديال الصلصه الحاره، حتى هي كتبقى اختياريه. بالنسبه لصلصه الصوجا البنات معلقه وحده فقط، لانه راك عارفين اللون ديالها تيكون قوي، فانا هنايا خويت القرعه كامله. مهم جات زوينه، واخا هكذاك جات بنينه المريقه او لهاد لاصوص. هنايا ضفت جوج ديال الفرماجات مع علبة ديال ياغورت طبيعي، وعلبة ديال نفس العلبة قديت منها الماء ديال لي بات. بالنسبة لذاك الفرماج البنات ممكن تضيفوه، ممكن تضيفو اي نوع ديال الفرماج عندكم. فانا في هاد اللحظة هادي اللي كنت كنطيفها ما كانش عندي الفرماج، يعني احتاج راجلي عاد جابو معاه، يعني ممكن تكتفيو غير بجبن مربعات ولا هذا مثلث. وهنا ضفت لي بات من بعد ما كنت سلقها في مليحة وزويتها. اي نوع ديال لي بات ممكن انكم ديرو، انا خديت هنا هاد لي بابيون ولا هاد الفراشات. ممكن ديرو اي نوع ديال لي بات، لي تاغلياتيل، سباغيتي، البيني، اي نوع ديال هذا. وهنايا عاده باش ضفت الفرماج، عندي هنا فرماج احمر حكيته. صافي وغادي نخلط هاد لي بات ديالي مزيان، نخليهم حتى يشربوا ليا هذيك لاصوص. بالنسبه للبنات الياغورت الطبيعي تقدروا تعوضوه بلا كريم فريش، انا ما كانتش متواجده عندي، وضفت ياغورت طبيعي حتى هي كتجي بنينه به. صافي البنات، وكنبقى نحرك مزيان حتى يذوب داك الفرماج ونحس بديك التعليكه ديال ديك لاصوص والفرماج. راكم عارفين لي بات بهاد لي صوص راه كيجيو بنانين بزاف. بالنسبه للعصير هنايا خديت واحد ليمونه،
ليمون كبير نافل، ممكن ديروا حتى المندرين راه موجود دابا، نقيتها من القشره الصفراء والبيضاء. وهنايا ضفت الكيوي. بالنسبه لنا هنا في ازمور راه ما شاء الله الكيوي موجود، خمسة بخمسة دراهم. هنايا ضفت الكاكي اللي حتى هو موجود ما شاء الله. خديت واحد الحبه ديال الكاكي اللي نقيتها، ممكن ديروها بالقشور ديالها، انا سمعت ان حتى القشور ديالها راه صحيين، انا هنا نقيتها. وغادي نضيف هنا التفاح اللي خليته حتى هو بالقشور ديالو، ممكن نضيفوا البنان، الفخيز دابا راه حتى هو بدا تيخرج حبيبات فيه. هنايا غادي نضيف الماء، بغيتوا ديروا البنات عصير ديال الليمون ديروه، انا درت هنا الماء. وما نعاود لكمش هذا العصير جاب بنين بزاف، وبغاو لي بغاوه ليا الوليدات، فجربوه وجربوه باي فاكهه كتفضلوا. هنا نخلي العصير ديالي يتطحن، وغادي ندوز البطاطا اللي سلقتها في شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت اولا الزبده، وحده فيهم اللي عندي تنديرها. هنا غادي ندير الكمون، غادي ندير عاود شويه ديال الملحه، وغادي نضيف زيت الزيتون. كيف ما شفتوا هنا البنات ضفت زيت الزيتون، كنظن ان البخار ما مبينش لكم هذا، المهم راه قلت لكم شنو كاين. وهنا غادي نضيف البيض، انا ضفت غير جوج ديال البيضات. بالنسبه لهاد التورتيه درتها لولدي لانه ما تياكلش ليا لي بات بهذه الطريقه هذه، يعني كيبغي لي بات العاديين بلا صوص طوماط. هنا في مقله غادي ندير الزيت، نخليها حتى تسخن مزيان، وغادي نضيف هنايا البطاطا ديالي. صراحة كتجي زوينة بزاف، أنا شخصيا كتعجبني بكاع الخضرة، يعني كندير فيها الفلفلة، البصلة، الدنجال، الكورجيت، خيزو، جلبانة، كتعجبني بزاف. فهنا وصلت لنهاية لافيديو، كنتمنى الفيديو ديالي يكون خفيف ظريف على قلوبكم. كيف ما شفتوا لي بات راه كتجي بنينة بزاف، وكتجي معلكة، كتجي رائعة، كنتمنى أنكم تجربوها. بالنسبة للسلطة فأنا خديت طوماط سوغيز مع الخيار، الخس واللي شو، وتبلتهم شوية ديال الملحة، شوية ديال الابزار، شوية ديال الكمون، شوية ديال عصير ديال الحامض، وشوية ديال زيت الزيتون. الطورتية ديالي ها هي، كتجي بنينة بزاف، كنتمنى أنها تنال إعجابكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليو ليا لايك وكومونتير، واللي اول مره كتشاهد القناه تنقول لك مرحبا بك، ما تنسيش انك تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك ان شاء الله كل جديد. فتنقول لكم شكرا على المتابعه، والى الفيديو القادم ان شاء الله.